جانب المتعلق بالضغوطات الفكرية التي جاءت في المرتبة الثانية الحقيقة، وأنت يعني تدرك يعني الحالة الفكرية والصراع الفكري الحاصل اليوم بسبب أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك يعني ارتجاج منظومة القيم وغير ذلك من أمور. الدكتور عمر، لو تحلق بنا حول، وقد أشرت أنت بعض الجوانب المتعلقة بالقضايا الفكرية، لو ركزت علينا، ركزت جزاك الله خير في نهاية مطاف حلقتنا حول هذه القضية المهمة الحقيقة التي نحتاجها، لأن رأس كل شيء في الحقيقة هو جانب فكري وجانب معرفي صحيح. وجانب وعي. نعم صحيح. وأنا يعني الناس طبعا تخاف من التحدي الفكري، ودائما عند الناس شعور أنه قد يحصل مشكلة في حال نقاش قضايا قد تكون محورية وأساسية، لكن الإسلام هو دين التساؤل. ترى على فكرة يعني هذه القضايا الأساسية، الإسلام هو دين التساؤل، يا سلام، وليس دين الوثوقية. لهذا الإسلام يصل لها الإنسان من خلال الشك فيصل إلى اليقين، ومن حق الإنسان يتساءل مرة مرتين وثلاث، والأجوبة واضحة. أنا رأيي أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأشوف أنه يعني يوجد ناس يتأثرون كثير ببعض الظواهر الفكرية، لكن أنا أعتقد أنه أيضا فيه افتعال. أعتقد أنه مثلا فيه مثلا ملحدين مفتعلين للإلحاد، وأعتقد أنه فيه مثلاً سفور الحجاب وإنكار له هو افتعال، وبعضه غضب. يعني بعض الناس يلحد لأنه غضبان على المجتمع، وبعض النساء وبعض الأولاد ينحرف لأنه غضبان على المجتمع. فربما أنا رأيي أنها ليست بالقوية جداً، لأني في تصوري أنها عائدة إلى تفكك اجتماعي. اليوم وفي كل زمان، ليش العيال يطيعون أبوهم وأمهم؟ لأنهم يحبون ويحترمون ويقدرون، صح ولا؟ صحيح صحيح. فاختلال هالمفاهيم هذه مزعج. أنا دائما أقول للأهل، وكنت حاكي يعني أناقش واحد من الزملاء مؤخرا كان يشكي لي من ابنه أنه حط قصة شعر وأنه ما أدري إيش وأنه ما أدري إيش، والولد يصلي، معقول جدا وضعه. فكان نقاشي معه يعني إذا تحول الأب إلى واعظ والأم إلى واعظة، ترى هذا مو بسهل على العيال. صحيح. والله جل وعلا ما قال إن كل الناس يبشرون في مستوى واحد من الإيمان. ميزة الإسلام هو هالنسبية. الإسلام قام على أنه الإيمان يزيد وينقص، وقام على أن المعاصي نسبية وأن الطاعات نسبية، وقام على فكرة أن الإنسان عنده يعني ارتفاع في مستوى الإيمان وانخفاض أحيانا، وقام على فكرة أنه الناس ليسوا سواسية. النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 100,000، ما روى الأحاديث إلا 5,000. فكرة أن الناس تعتقد أنه يجب أن يكون كل الناس ذوي إطار واحد محدد، مو بصحيح. فعلى الآباء والأمهات، أنا في تصوري عشان يعالجون الجوانب الفكرية، أن الموضوع ليس عقلاني، وإنما لازم يكون بينه وبين عيالهم علاقة كويسة. يا سلام. يجب أن يفسح هالمجال، هذا مهم جدا، لأن العيال والبنات يشوفون هذا مثل الملجأ الآمن. فإذا أنت دائما تحولت إلى حاكم عليهم وناقد لهم، تفترض أنهم يوازون ويلبون ما يدور في خاطرك، وأنهم لازم يكونون أتقى الناس وأحسن الناس وأنظف الناس وأرتب الناس وألطف الناس وآدب الناس، هذا مستحيل أن يكون. فأنا دائما أقول للأهل، وجهة نظري أنه التحديات الفكرية ما في شك أنها مهمة، لكن علاقتنا حنا وعيالنا ليست علاقة عقلانية، ليست علاقة فكرية، وإنما علاقتنا مع عيالنا علاقة محبة وود، وهم يستمعون لكلامنا من هذا الاعتبار، من هذا الاعتبار. لكن هذا لا يعني أننا نغفل بعض القضايا الفكرية اللي تطرح ونناقشها معهم بطرق متعينة. يعني هي، أنا دائما أقول أنه إذا سألت عيالك وناقشتهم، وأنت ذكرت أيضا بعض أزماتك في حياتك وكيف كانت الحياة صعبة أحيانا وكيف جاءك تحديات معينة حتى فكرية، تسمح لهم بأنهم يعبرون عن بعض ما يدور في خواطرهم. إذا عبروا عن ما يدور في خواطرهم، ستستطيع أنك أنت وياهم تتناقشون وتصلون إلى بعض الأفكار الجميلة. حنا ما عندنا شك في 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 منظومة قيمنا إطلاقا، والإسلام زي ما قلنا يعلو ولا يعلى عليه. يوجد تحديات، ولو قرأنا بعض أدبيات قبل 40 سنة، ترى بنلقى أسئلة شبيهة باليوم، مجدة الشيوعية وموضوعها مثلا. أها. ولا يعني مرة الناس ترى بتجارب مو بعيدة، لكن بقي الإسلام وراحت المذاهب الأخرى. يعني مثلا الشيوعية في المجتمع الإسلامي ما في، الإلحاد في المجتمع الإسلامي مش موجود، يوجد نوادر، لكن ترى الإلحاد ظاهرة قديمة، ليست جديدة. نيب جديدة ولا لا؟ بلى. إيه، فهي أنا أشوف أن الإطار الفكري يعالجه من علاقات المحبة والود، ومن ثم النقاش الفكري. لكن يعني كأنك
كأنك يا دكتور عمر تشير إلى قضية ما ذك يعني ربما أشارت إليه بعض الدراسات حول ضعف أثر ضعف إشباع الجانب العاطفي والوجداني في الأبناء حتى فيما يرتبط بقضية تبني بعض الأفكار ليس لأجل أنه مؤمن بها أكثر من أنه يهرب إليها. صحيح، أو يعاند عشانها. يعني أنا ما أسميها إشباع عاطفي، أسميها وجود علاقة متينة. أها. وأنك تقبل عيالك وبناتك حتى لو اختلفت أنت وياهم، تستطيع أنك أنت وياهم أن تحدث نوع من ال من ال من الحوار اللي يساعدك على بث قيمك ومنظومتك. يعني زي ما قلنا يجب أن يفهم الإنسان أن القيم اليوم هي قيم مستبطنة وليست قيم متبنات لأن المجتمع يبغاها. فكل ما خليت عيالك قادرين على التفكير بشكل ناقد قد يختلفون معك، ما في إشكال، لكنهم يصيرون أثبت في مبادئهم وأفكارهم مما تتوقع. يا سلام يا سلام، هذه وجهة نظري أنا. Thank you.